ماشي مشكل، ماشي مشكل، احسن حاجه حنا راه كلنا شلو زدنا كون تيدي قصاد. اييه مرحبا به، بارك الله فيك. يا نسكرت يا نسكرت ارضي ازادت الوان ارض ازد دارو او ازدارو الغلا دارت نزوار تكدو ياك تاخونا سي غلا تسمى زانسكا ازوار تكدو زوارين. والسلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا كلشي بخير، نتمنى ان شاء الله نلقاكم هذه الفيديو بخير وعلى خير. هذه واحد القبيله جينا ليها، جينا لهاد البلاصه هذه اللي زوينه بزاف، ودرنا فيه واحد فلوق صغير وغنشارك معكم ان شاء الله هذاك الفلوق كامل، فيه لقطات زوينين، فيه لي سوفينير زوينين، وتشوفوا الناس فين عايشين والطبيعه كي دايره. اللهم بارك. هذه ياك ايدو محمود بالضبط جامعه اطوره. هاد البلاصه هادي زوينه بزاف، وهاد المنظر فيها يا سلام يا سلام بزاف، والطبيعه شي ديور الناس اللي عمرها دار. تلاقينا مع الناس زوينين، تلاقينا مع الناس زراوه. واش كيدير فيك بحال الا انت مثلا من هاد الدوار وحبوبين بزاف؟ هذا هو ان شاء الله، كاين هنا واحد العين تا هو ان شاء الله غنمشيو ليه. الله معايا صحابي تا هما جاو، وجوا واحد جوج الناس وثلاثه الناس من هاد البلاصه بالضبط، وجينا معاهم تا هما رحبوا بينا بزاف، كنشكرهم بزاف. هذا هو باش نشوفوا شي حوايج اللي زوينه بزاف هاد المنطقه. كما قلت لكم هاد المنطقه سميتها ايتورا، ايتورا ايتورا، كاينه ايتورا راه غندخلوا ليها هي، وكاينه حتى المكانت. بارك الله سلام بك، بارك الله سلام بك. على سلامتنا وعلى سلامتكم، ومرحبا وتسليم. دخلنا لديور الناس ورحبوا بينا، شكرا بزاف. بصحتكم بخير تبارك الله. بسم الله بسم الله بصحتكم. اسمي سي عبود، كنتي نتاع عبود. جينا معهم السي حسين، السي علي. مرحبا. هذا هو السي علي، هذا فاعل جمعوي بهذه المنطقه هذه. هذا السي علي هذا راه ولد المنطقه، هو اللي رحب بينا في هذه المنطقه هذه. كنشكرك بزاف، كنشكركم بزاف اسيدي. اللي باش يجي عندنا يزورنا في هذه المنطقه، منطقه جميله جميلة جدا. جميل جدا. أييه. عطا الله والله. فيه بزاف الجبولة وفيه بزاف. كاين كاين عطا الله ما يتقال. صراحة صراحة السلام عليكم. سي حسين. أول مرة كنجي لهاد البلاد هادي. صراحة عجبتني، عجبتني بزاف بزاف. شنو اللي عجبك فيها سي حسين؟ لا أنا اكتشفت غير واحد الحاجة، ودا سي حسن. هي. سي حسن ميكانو. مرحبا، تشرفني. الله يكبر بك. اللي هو عندنا ما يتشاف في بلادنا. برافو، هذه هي النقطة اللي شرت ليها. ياك؟ أييه. وشحال ديال الناس عندهم فكرة باش يمشيو لبرا باش يدوروا. أييه أييه. بلادنا باقي ما تنعرفوهاش حنا. برافو. أنا هذه البلاصة ما عمري شفتها وعجبتني بزاف. زوينة زوينة بزاف. زوينة بزاف. تقريبا أكادير شحال؟ ساعة ساعة ساعة. 112 كيلومتر. إذا 100 كيلومتر راه قريبة بزاف بالنسبة للناس. راه عندك ساعه ساعه ونص انت وصلتي تفجشتي مع راسك وزرتي بلادك وزرتي الناس وزرتي القدرون حتى حدا الدار. ها القدرون حتى حتى ديك البلاصه. هي صراحه هاد الناس حتى خدمة. لا والله الا خدمة صراحه. لا عمرها دار. وزائد حاجه اخرى اللي هي اللي متميزه هنايا، رغم الجبول كبيره بزاف وكاين الماء. العين ياك ذاك العين اللي شفنا تما. اللهم بارك. اذا شوف سبحان الله العظيم، الجبول طالعين بزاف والماء كاين. اللهم بارك. الماء تبارك الله واعر، وما زوين نقي. كيعجبني من الطبيعه، من اي حاجه هنا زوينه زوينه بزاف. أيه. الناس اللي هما بكل صدق اللي هما استغلوا هذه الفرصه هذه
ياك ويجيو يزور هذه المنطقه هذه. ماشي غير هذه البلاصه، هذه البلاصه وكعطى الله البلايص، عطى الله البلايص. وكاينين الناس قررنا ان شاء الله واحد الفكره، كاينين الناس محتاجين للزياره ديال هذه البلاصه. مثلا اللي عنده شويه وسمو يزور الناس، الناس دراوش يجي يزورهم تماماً. في نفس الوقت شي وتا هما الناس كرامه. أيه الناس كرامه كيتهضروا بالضيوف ديالهم زعما، كيتهلاو فيهم بكل صدق زعما من القلب الخالص. أيه فهمتيني؟ أيه في العود نعطيك مثال، غادي تمشي لشي ريستوره غادي تخسر فيها 400 500 600 درهم حتى 1000 درهم ياك، وما شفتي والو وما كليتي والو، ولكن هاد الناس هادو ملي تجي لعندهم غادي يكرموك اكثر من داكشي اللي غتاكل في الريستورون ياك، وما فيها باس. حتى هما راه خسروا عليك رغم هما كما قلنا على قد الحال، ولكن ما فيها باس. الانسان يجي هنا منها يشوف الطبيعه، يشوف الناس، يزور هاد الناس ويزور هاد ويزور بلادو ياك، وعلاش لا يتعامل مع هاد الناس حتى هما يفرحوا. الثلج جاي، البرد جاي، الشتا جايه، واحد المبادره راه فكرنا فيها، قلنا مثلا الا لقينا ندير واحد المبادره انه نجمعوا شويه مثلا من حوايج وشي حاجه ونجيو نزوروا هذه المنطقه ان شاء الله قريبا. اللي بغى يمشي معنا ولا بغى مثلا يتواصل معنا، راه نخلي النمره ديالي، يتواصل معنا نجيو هذه المنطقه هذه على الراس والعين. دابا كاين محتاجين يا سي حسن، حنا الاصدقاء الحمد لله الله يجعل المحبه لله. امين. قررنا وكل كل كل سيمانه اي نشوف كل ويكاند كما تنقولوا، ولكن نزوروا منطقه ضروري، نزوروا منطقه نمشيو ان شاء الله. دابا جينا هنايا نمشيو ان شاء الله، جيت ايتبا عمران، نمشيو جيت احاحان، نمشيو جيت عطى الله ما يتشاف، عطى الله ما يتقال في بلادنا. هذه المنطقه باش عجبتنا انا، فيها الماء وفيها الجبوله وفيها ما يتشاف. والانسان كما قلنا ملي كتجي هنايا منها السبور، منها كتخوي، كتبعد من بزاف ديال التلوث في المدينه، وكتخوي راسك بزاف من المشاكل ديال 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 راك الماء، راك عارف المدينه تبارك الله فيها في غير قوت هذا قوت المشاكل. هنا هذا عاوتاني واحد واحد من المنطقه ارتاح 100%، هذا واحد من المنطقه راه كاينه 100%. الله يبغى يرتاح، اللي بغى يدير لا ميزاجور، ينسى الهم، ينسى المشاكل، ينسى الكلاكسون، ينسى الصداع ديال المدينه، يجي لهاد البلاصه وكيكتشف بزاف ديال الحوايج ما كانش كيعرفهم في بلادو. واول مره بصراحه، اول مره كنديروا ربما هذا اللايف هذا. الله اول مره، يا اول مره كنديروا، ولكن بغيت ديما كل مره نشارك معكم هذه المسائل. ما عمري درت هذا اللايف هذا، ولكن صراحه بسعادة السي حسن ميكانو والسي علي فاعل جماوي بهذ المنطقة، وهذا الناس ديال البلاد. حنا راه حنا زيا حنا يجي عندنا مرحبا، حنا زوار ايام سلامة الله. اييه كنعرفوه راجل مزيان في هذه المنطقة. اييه فقير حتى هو. اييه اللهم بارك، الحمد لله، الله عمر، الله يزيد في العمر. امين يا الله، يزيد في العمر الحاج، الله يزيد ليكم، الله يكبر بك، الله يحفظك. هذه المنطقة راه عجبتنا بزاف، ولكن راه بغينا نديروا شي مبادرة ان شاء الله لهذه المنطقة، وان شاء الله ونجيو ونجيبوا الناس معنا يديروا شي ان شاء الله شي مبادرة ضروري. الثلج جاي، البرد جاي، ان شاء الله بغينا ضروري يجيو لكم الناس اللي بغى يساعد الناس بالحوايج بأي حاجة. هذا هو. اييه بارك الله فيك. كنتمنى ان شاء الله عما قريب تستجب هذه الفكره هذه، باش ان شاء الله صافي. محمد راه انا تبارك الله تسوي تشلحي شي مشكل. اي حتى شلحي ماشي مشكل، احسن حاجه حنا راه كلنا شلح. كل تما زرتنا كون تيدي قصدن. اييه مرحبا به، بارك الله فيك. اييه لو كوني هنا غرس ان شاء الله تيزري. لا بخير، لا بخير، لا بخير. القدرون هاري مين تيكمي. القدرون مرحبا به. بارك الله فيك. وقت. بارك الله فيك. حتى انتم. الله يرحم ليك الوالدين. وقت البرد وفي وقت الصيف. الله يكبر بك. مرحبا بكم. بارك الله فيك، شكرا بزاف. يا سيدي. عما قريب ان شاء الله. شكرا بزاف، السلام عليكم. مرحبا بكم. اللي بغى يصيد حتى هو راه كاين الصيد، حتى هو راه كاين الجبوله ديال الصيد حتى هما. كثار الناس الفقراء اللي باغي يديروا شي مبادره على الراس والعين ضروري. غنخلي النمره ديالي يتواصل معايا، وان شاء الله ونديروا شي نهار ان شاء الله ونجيو لهذ المنطقه. والله. يلا نمشيو نشوفوا واحد البلاصه اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. سبحان الله العظيم، الجبوله والماء موجود. اي زيس البيكالا؟ اه جمع ديدي، اي زيس البيكالا؟
اور 5 اش كتجي تيزنس 60 ريال صافي يلا 40 ريال كذا يا إلهي يا إلهي ما هذا لا تكنيك لا تكنيك هو السي حسن ميكانو يوتيوبر ديالنا جبنا هذا الجبل ولكن للأسف وعيا هادشي بزاف ها هو اللهم بارك باقي بغى يستمر لقدام ها هو اللهم بارك باقي طلع الجبل الجبل راه صعيب بزاف سير سي حسن يشق طريق جد وعر غير سالك بالمرة رغم أنه بحذاء جبلي واه 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 اللهم بارك اللهم بارك سير على الله سير على الله سير على الله سير على الله منظر جميل اللهم بارك كتنسى لي الوقت كتنسى كتنسى الروتين اليومي ديال الخدمه والعمل والجرا انسان يزور المغرب يزور المناطق راه كاين مناطق في المغرب عذر الله فيهم يتشاف هذا الشيء هذا فين غتلقى الحياه الخير هذا الماء وهذا الشيء هذه المنطقه كما قلت لكم هذه في ايدي محمود منطقة زوينة بزاف ناس كرماء ناس حمراء دار هذاك مازال كل مرة كيغوت كيقول لكم مرحبا بكم في ديو حمود اللي جا مرحبا به هذه منطقة زوينة واه برافو عليك السي حسن غير غير حضرت احمد يا يا كشماز دغيتي الناس حاتي دي بابا صحتي هاتي هي الفيلم الفيلم اللي دخل هاتي بسم الله بسم الله زين ايوا مرحبا انتم معنا في الخير هذا صافي انتم معنا في الخير
يا الله يا عزيز يا بي هذا غير ما يرسي حسن ها يا اسلم واطي ضبط هاتي تخلص سير سير على الله سير الموتور شوف تبارك الله شوف هل القرطاس هل الخميسية هل الجويجة هل البنيني ها اشني هاد الماركات انه هناك انه هناك انه هناك انها تسكت وداي وداي وسلم